السلام عليكم ورحمة الله. الزول فلاون، الحدود المغربية الجزائرية اللي مغلوقة برا ولكن جوا مفتوحة باستثناء الفترة تاع كورونا، مغلوقة منذ سنة 94، يعني قريب 20 سنة دروك، يعني 17 سنة مغلوقة. الناس اللي عانيوا من هذا الغلق ما همش مسؤولين، ما همش ناس عندهم دراهم، ما همش هما العائلات اللي ساكنة على الشريط الحدودي واللي هي متكونة من عائلات مزدوجة الجنسية، يعني تصيب في نفس العائلة واحد جزائري والآخر مغربي، ناس متصاهرين، ناخدين جزائري مزوج بمغربية ومغربي مزوج بجزائرية، ويا ماشي يعني الناس مختلطة، لأن الحدود هذه حدود مفتعلة، يعني رسمها الاستعمار، هذا بشي معروف وقريناه في التاريخ ونظروا نكرروا فيه. المشكل هذا تاع غلق الحدود اللي يعانيوا منه دونك السكان تاع المنطقة، ماشي غير على مغنية ووجدة وإنما تهبط في قيق وبني ودي في كل شريط الحدود. إذن هناك نخبة جزائرية مغربية خذت مبادرة باش تعمل اون بيتيسيون وتتكون في منظومة تعمل من أجل فتح معبر إنساني، معبر إنساني، ان كوريدور هيومانيتير، لانه قضيه انسانيه. واحد باش يتلاقى اختو الى خوه الى يماه، لانه تصيب المراه عايشه في مغنيه ووليدها عايش في وجده، بزاف هذا باش تشوف وليدها ولا تشوف يماه، يلزم يروح من مغنيه حتى الوهران والا حتى الجزائر العاصمه باش ياخذ طياره ويمشي للدار البيضاء، من الدار البيضاء يطلع حتى الوجدة 700 كيلومتر، يعني شوف الوقت اللي يضيعوا، نهارين في السفر وشحال من كيلومتر يديروا وشحال يخسر دراهم، والناس ما عندهاش. نفس الشيء بالنسبة لي راهو من الجهة المغربية. إذن هذه النخبة اللي تكونت وجهت ما سمي بنداء المئة التوقيع من أجل فتح معبر بري إنساني للعائلات الجزائرية المغربية لتبادل الزيارات، ومن أجل وضع حد لخطاب الكراهية وفتح قنوات الحوار. اللي ماضيين في هذا البيان يقولون: نحن المواطنون المغاربة والجزائريون الموقعون أدناه وأمام التحديات الراهنة، ونظرا لاستمرار حالة الجمود التي تخيم على العلاقات بين الجزائر والمغرب، وإيمانا منا بضرورة ترميم هذه العلاقات وإرجاعها إلى سكتها الصحيحة عبر إعادة بعثها من منطلق إنساني واجتماعي، ولكون وشائج الأخوة والمحبة من بين الشعبين قائمة ولم تزعزعها العواصف السياسية. هذا خطاب موجه لصحافة بودورو في الجزائر وصحافة بودورو في المغرب، اللي تشعل في النيران ما بين الشعبين وما عندها حتى تأثير لا على الشعب المغربي ولا على الشعب الجزائري، لأنه صحافة بودورو في كلا البلدين وأزلام النظامين هما اللي شعلوا في النار، ما عندهم حتى تأثير. راهم يقولوا هادو شي من زعزع المحبة ما بين
الجزائري والمغربي. العواصف السياسية ما زعزعهاش، وكلام الأزلام ما يزعزعهاش، اللي جاعلين من المغرب عدو الجزائر وناسين أن فرنسا قتلت 1.5 مليون جزائري، ويجي قائد أركان الجيش الفرنسي ورحب به في الجزائر من طرف سي شنقريحة ويجعلوا المغرب عدو، هادو ما يقدرش يأثروا على الجزائر. ونفس الشيء من الجهة المغربية اللي يرحبوا بفتح ممثلية حزب ماكرون في الدخلة ويرحبوا بالفرنسيين ويجعلوا من الجزائر عدو، كيف ما عندهم حتى تأثير على الشعب المغربي. خير دليل نقولها ونعاود، يجينا من أنصار كرة القدم، لأنهم هذاك هو الشعب، هذاك هو الشعب، الشعب تاع التحت، لو بوبل دون با. شوفهم لما المغاربة يمشيوا الجزائر، أنصار الفرق المغربية يمشيوا الجزائر، أخوة كبيرة بيناتهم، وتشوف شعارات وحدة تتردد من كلا الطرفين لي دو غاليري. انا لما شفت في دار البيضاء مولودية الجزائر تربح الرجاء والانصار تاع الرجاء يغنيو مع الانصار تاع المولودية ويصفقوا لهم ويصفقوا المولودية ويقولوا الجزائريين خوا خوا، الجزائر المغاربة خوا خوا، ونفس الصور شاهدناها حتى شفتها في التلفزيون، لكن شاهدناها وحكاو لي عليها في الجزائر وين الرجاء اغلب المولوديه في الجزائر العاصمه. هذه ما صرا في حتى بلاد الا ما بين شعبين، هو الشعب الجزائري والشعب المغربي، ولا شيء يفرق بيناتهم، لا صحافه بودورو الجزائريه والمغربيه، ولا الانظمه الجزائريه والمغربيه، ولا الازلام، يبقاو الشعبين خوا خوا. واليكم هذا التقرير اللي تندار حول هذا النداء، وهذا النداء المئة توقيع موقعين فيه جزائريين ومغاربة ومنهم المتحدث موقع فيه بكل محبة ومودة للشعب المغربي وطبعا لشعبي الجزائر. شوفوا هذا التقرير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.